أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة حول معركة طوفان الأقصى وآخر التطورات والتحولات الاستراتيجية في هذه المعركة والمواجهة. وبداية نرحب مشاهدينا بضيوفنا الكرام، المحلل السياسي سيد سلام الرباعي ينضم لنا من بغداد. أهلا بكم سيد سلام، وكذلك الترحيب الإعلامي والباحث في الشأن السياسي السيد محمد عوضية ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من فلسطين. أهلا بكم أستاذ محمد. ونبدأ معك سيد سلام، هاليومين أكو حملات مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية من دولة فلسطين، لكن تعتقد هاي مؤشرات بأن جبهة جديدة ربما ستفتح على الكيان الصهيوني، وأن الكيان في هذه حملات اعتقالات للفلسطينيين في الضفة الغربية ربما يحاول أن يستبق هكذا أحداث؟ بالتأكيد لكل فعل رد فعل، وهنالك حالات من الذعر والخوف موجودة في داخل الأجهزة الأمنية وداخل الجيش الكيان الصهيوني، وهذا الرعب عندما يتحول إلى حالات فهو يتحول إلى حالات الاعتقالات والعشوائية، وهذه الاعتقالات تدل على ضعف ووهن جيش الكيان الصهيوني خوفا من اندلاع الجبهات الداخلية الأخرى، وهنالك مخاوف كبيرة، لأن اليوم عملية غزة أسقطت كل الاحتمالات وأسقطت كل المعادلات التي كانت محسوبة وأسقطت كل الهيمنة الكبيرة التي كانوا يهيمنون فيها في إعلامهم وفي الإعلام الغربي حول القوة الاستخبارية والقبة الصاروخية والأسلحة المتطورة وقوة الجيش الإسرائيلي الذي انهار خلال دقائق أمام قوة المقاومين الفلسطينيين. فهذا أكيد هذا رد الفعل نابع من خوف ورعب داخلي ورهبة داخلية وانهزام داخلي لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية الصهيونية. طيب، فتح جبهات أخرى بمواجهة الكيان الصهيوني إذا ما توسعت هذه المواجهة، خصوصا جبهات خارجية كجنوب لبنان والاحتكاكات مع حزب الله تصاعدت بالآونة الأخيرة، ممكن فعلا أن تشكل عامل ضغط على الكيان وبالتالي يجبر الكيان الصهيوني أن يخفض ضغطه على غزة؟ لا أعتقد أن يجازف الكيان الصهيوني بهكذا مجازفة، لأنه يعلم النتائج مسبقا، وفتح الجبهة بالنسبة للجبهة الشمالية مع حزب الله في الجنوب اللبناني لهم درس سابق في 2006 يعني لديهم المعلومات الكافية بأن فشلهم ذريع ولا يجازفون هذه المجازفة، وإن جازفوا فستكون فشل كبير ونهاية كبيرة للكيان الصهيوني. طيب، من جانب آخر المشاكل الداخلية اللي يعاني من عدها نتنياهو حاليا داخل الكيان، انقسام داخلي مثلا، هذه المؤشرات ممكن أن تعمق من حالة الإرباك الذي تعيشه حكومة نتنياهو؟ هو اليوم نشوف احنا حالة الإرباك واضحة جدا، لأنه المطارات امتلأت، المعابر البرية والبحرية امتلأت بالمستوطنين، المستوطنين يعرفون جيدا أنهم ليس بلدهم، ولذلك أول جانب فكروا به الخروج من فلسطين، والإرباك الداخلي يعني المظاهرات التي خرجت يوم أمس يطالبون نتنياهو، يخاطبون حماس يقولون لهم خذوا نتنياهو وأرجعوا أولادنا، دليل على أنه حتى الشعب الصهيوني غير متمسك بهذه الحكومة، ونتيجة انعدام الثقة وفقدان الأمل في وجودهم وتواجدهم. طيب، الأسرى الإسرائيليين لدى حماس سيد سلام يعني مادة دسمة، ممكن أن تكون هي الورقة التي ستدفع بنتنياهو إلى الإقالة، أم ستكون هناك أسباب أخرى كاقتصادية وسياسية ومنافسات حزبية داخل الكيان؟ يعني هذه ورقة كبيرة جدا، لأنه الشخصيات التي تم أسرهم شخصيات معنوية وشخصيات ذو مواضع
لأبناء قيادات أو قيادات كبيرة وجنرالات في الجيش، فهذه ستؤثر كثيرا على تغيير المعادلة وتغيير توازن الاتفاقات. فيما لو تمت تسوية توقف إطلاق النار ستكون حماس صاحبة الكأس المعلّى في هذا الجانب. نرحب مرة أخرى بالسيد محمد عوضية، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من فلسطين. أهلا بكم أستاذ محمد، وأود أن أسألك بداية عن حراك المحافظات الفلسطينية الباقية والضفة الغربية. هذا الحراك هل يوازي حجم ما تتعرض له غزة من دمار وانتهاكات؟ تسمعني أستاذ محمد؟ أستاذ محمد تسمعني؟ خليني أرجع لك سيد سلام بينما يتم تأمين الاتصال بالسيد محمد، وأرجع لك إلى مؤشرات الانقسام الداخلي في الكيان وخصوصا ورقة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. تعتقد أن هناك إرباك من قبل حكومة نتنياهو بالتعامل مع هذا الملف مقابل حجم السخط الجماهيري من قبل الإسرائيليين وذوي هؤلاء الأسرى داخل الكيان؟ نعم، هي حتى قبل عملية طوفان الأقصى وقبلها بفترة أنه حكومة نتنياهو كانت هشة ومحطمة داخليا واعتراضات كبيرة وانقسامات داخلية كبيرة على حكومة نتنياهو. نعم. لما حدثت هذا الطوفان أربك ودمر كل الاحتمالات التي كان يبنيها نتنياهو. عملية الأسر أسر لشخصيات وأسماء كبيرة وجنرالات كبيرة، وحتى ابنة وزير الدفاع وابن أخت أعتقد وزير الخارجية أو الداخلية وجنرالات كبيرة بالاستخبارات وفي الجيش الإسرائيلي. هذه الأسماء لها تأثير كبير، عدا أنه بعض الجنود والمجندين والمقاتلين العاديين والضباط الآخرين، هذه كلها تعتبر ورقة ضغط على الحكومة، وأعتقد حكومة نتنياهو ساقطة لا محال، يعني يجب أن تنتهي، يعني لأنه ما المؤشرات كلها تشير إلى تهديم هذه الحكومة. هي كانت أصلا متصدعة والآن جاءت الصدمة الكبرى، فستكون نهاية الحكومة على يد المقاتلين في حماس. مرة أخرى ينضم لنا السيد محمد عوضية، أهلا بك أستاذ محمد مرة أخرى. إذا كنت تسمعني أود أن أسألك عن حراك المحافظات الفلسطينية الباقية. هذا الحراك هل يوازي ما تتعرض له غزة من هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات والإغال بالدم الفلسطيني؟ نعم، السلام عليكم. تسمعني أستاذ محمد؟ السلام عليكم. نعم أسمعك. نعم أعيد لك السؤال أستاذ محمد إذا تسمعني. حراك المحافظات الفلسطينية إلى أي درجة يوازي حجم ما تتعرض له غزة من اعتداء؟ فقدنا الاتصال مرة أخرى بأستاذ محمد. نعم السلام عليكم. نعم تفضل أستاذ محمد، تفضل أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أستاذ محمد أسمعك. سمعت سؤالي؟ نعم، أستاذ محمد. بداية تحية لكم من هنا من تفضل. نعم عليكم السلام. عليكم السلام. نعم نعم، بداية التحية لكم من هنا من أرض فلسطين الحبيبة، التحية لشعب العراق الشقيق المساند للقضية الفلسطينية دائما. بالتأكيد نحن هنا في غزة لربما ترون بأن نعاني معاناة كبيرة، خاصة في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والشح الكبير في شبكات الانترنت والاتصال، سواء حتى الاتصال الخليوي أو حتى ما يتعلق باتصال الانترنت. هناك معاناة كبيرة في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي في هذا العدوان.
فيه صغيرا كبيرا ويهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها. حصيلة اليوم من الشهداء كانت 5700 ويزيد من الشهداء، إضافة إلى آلاف المؤلفة من الجرحى ما يزيد عن 15000 إصابة حتى هذه اللحظة. اليوم الاحتلال الصهيوني ارتكب العديد من المجازر التي خلفت عشرات الشهداء بحق عوائل فلسطينية في مخيم الشاطئ للاجئين وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفي حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. العديد من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، بحق الآمنين النائمين في بيوتهم. نصف هذه الإحصائية هي من فئة الأطفال والنساء، حيث أكثر من 2000 طفل استشهدوا خلال هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى أكثر من 1000 امرأة استشهدت خلال هذا العدوان الإسرائيلي. اليوم بعض العوائل أبيدت بالكامل، 30 شهيد في العائلة الواحدة، كما حدث مع عائلة المصري وكما حدث مع عائلة فرحات وكما حدث مع عائلة الهسي. وهناك العديد من العائلات التي استشهد على إثرها أكثر من 30 شهيدا في العائلة الواحدة بفعل جرائم الاحتلال الإسرائيلي. الوضع هنا في غزة وضع مأساوي، وضع في قمة الخطورة. إذا ما استمر هذا الحصار المفروض على أبناء شعبنا الفلسطيني فإن الأمور تتدحرج بما هو أسوأ من الموجود الآن، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال كل ما يتعلق بإسناد مجتمعنا الفلسطيني. ما دخل هو لا يفي أدنى متطلبات شعبنا الفلسطيني، وهو نقطة في بحر الاحتياجات، لا سيما وأننا كنا نعيش أصلا في حصار مفروض علينا منذ أكثر من 18 عاما، وبالتالي الاحتياجات المطلوبة لم يتم توفرها حتى هذه اللحظة على صعيد المستشفيات، على صعيد الوضع الصحي، على صعيد الوضع البيئي، على صعيد احتياجات الناس الأساسية هنا في قطاع غزة، في ظل نزوح أكثر من 1 مليون شخص في قطاع غزة باتجاه مراكز الإيواء أو حتى باتجاه مستشفيات قطاع غزة. طيب، هناك أنباء أستاذ محمد عن مداهمات واعتقالات واسعة يقوم بها الكيان في الضفة الغربية. بقية المحافظات الفلسطينية إذا ما فتحت جبهة جديدة على الكيان الصهيوني، إلى أي درجة ستكون مؤثرة وضاغطة بالتالي ومؤثرة في هذه المواجهة؟ لم أسمع السؤال جيدا. أعيد القياس أستاذ محمد، أعيد القياس. أنباء، هناك أنباء تتحدث عن مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية من فلسطين، إذا ما فتحت هذه المحافظات جبهة جديدة على الكيان، جبهة إضافية، إلى أي درجة ستكون مربكة للكيان بالتالي؟ يعني أنا لا أعلم إذا كنت سأجيب عن السؤال، ولكن لربما فهمت يعني أشياء على الطاير من السؤال، بمعنى أنه المقاومة الفلسطينية التي استبسلت في دفاعها عن شعبنا الفلسطيني يلتف حول هذه المقاومة حملنا شعبية كبيرة ومتماسكة، تلتف حول المقاومة الفلسطينية، هذه المقاومة التي استطاعت في 7 أكتوبر أن تذيق هذا الاحتلال الصهيوني الويلات جراء العملية البطولية التي لم يمر على إثرها لا قبلها ولا بعدها، وهي عملية طوفان الأقصى التي استطاعت من خلالها المقاومة الفلسطينية أن تأسر وتقتل آلاف الجنود والمستوطنين الذين يستبيحون أرضنا ويجلسون في أرضنا التي هجرنا منها عام 1948. فهذه الأرض هي ملك لنا وليست للاحتلال الصهيوني الذي احتلها عام 48 وما زال يستبيح في المسجد الأقصى المبارك وبشكل مستمر يقتل ويقتل في أبناء شعبنا ويعتقل كل يوم آلاف الأسرى داخل سجون الاحتلال. طيب أستاذ محمد، الظاهر أسرى إسرائيل يشكلون رقم مهم بهذه المعادلة، وصل الحال بتل أبيب أن تدفع أموال مقابل مجرد معلومات عنهم. قضية الأسرى، ما مدى أهمية هذه الورقة لدى المقاومة الفلسطينية؟ أنا آسف لم أسمع، يعني أحاول أن أستمع إلى السؤال. أود أن أسألك أستاذ محمد، خليني أعد لك السؤال. السؤال على ورقة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، وصل الحال بتل أبيب أن تدفع أموال مقابل الحصول
على مجرد معلومات عن هؤلاء الأسرى وأماكن تواجدهم، ما مدى أهمية هذه الورقة لدى المقاومة الفلسطينية؟ يعني لا أدري، ولكن ربما المقاومة الفلسطينية تنتظر الكثير من الأمة العربية والإسلامية، هذه الأنظمة العربية للأسف التي تتفرج علينا وعلى معاناتنا وعلى مأساة أبناء شعبنا الفلسطيني، وبالتالي المطلوب هو كبير، والمطلوب هو يعني حملة إسناد كبيرة للشعب الفلسطيني الذي يقتل ويتفرج عليه للأسف العالم. الاحتلال الإسرائيلي للأسف يقتلنا برعاية وبضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي المطلوب هو أن يقف العالم مع الشعب الفلسطيني الذي يقوم بأداء واجبه منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ أكثر من أو منذ 18 يوما وحتى هذه اللحظة. أعود لك سيد سلام. طبعا مشاهدينا، يعني كما معروف هناك خدمة اتصالات بها مشاكل كبيرة، وخدمة الانترنت أيضا تعاني مشاكل كبيرة في قطاع غزة. وأنتقل لك سيد سلام بذات السؤال، قضية الأسرى، أريد أبقى بهذه الورقة الضاغطة التي تعتبر مهمة جدا وتمتلكها المقاومة الفلسطينية، ما مدى أهمية هذه الورقة اللي تمتلكها المقاومة؟ وهناك معلومات أن الكيان دفع أموال مجرد حتى يحصل على معلومات عن هؤلاء الأسرى أو أماكن تواجدهم. نعم، تحدثنا قبل قليل حول الشخصيات والأسماء المهمة الموجودة ضمن الأسرى، هنالك شخصيات يمتلكون معلومات كبيرة جدا ولهم حيثيات كبيرة ولهم مواقع كبيرة جدا، وهذه ورقة مهمة جدا لأنهم يمتلكون أسرار ويمتلكون معلومات. الكيان الصهيوني الآن يحاول بأي طريقة أن يحصل على أي معلومة عن وجودهم سواء أحياء أو أسرى، وهذه ورقة قوية لدى المقاومة الفلسطينية لإطلاق سراح الأسرى الموجودين داخل سجون الكيان الصهيوني من قيادات ومن مواطنين فلسطينيين داخل السجون الصهيونية. هذه ورقة مهمة، دائما في الحرب يكون بعد انتهاء الحرب تكون عملية تبادل الأسرى عملية مهمة جدا. كي تتم هذه العملية يجب أن تأخذ معلومات كاملة عن وجود وتواجد الأسرى الموجودين. الآن الكيان الصهيوني بأي طريقة يحاول أن يجد ولو مكان، أي مكان لهم أو أي معلومات عنهم، لكن الصدمة اللي أصابتهم إنه هذا الكم الهائل والأعداد الهائلة التي وقعت في الأسر بيد المقاومة الإسلامية صدمت الحكومة حقيقة، صدمت الحكومة الإسرائيلية، ولم يكن يتوقع كل هذه النتائج سواء في القتلى أو في الأسرى أو في عملية الهجوم، كانت صدمة كبيرة أسقطت كل المعادلات وأسقطت كل التوازنات. طيب سيد سلام، مقابل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يوجد دعم غربي كبير للكيان الصهيوني ومنح الضوء الأخضر للكيان لقتل المدنيين وكل هذه الانتهاكات التي نشاهدها ويشاهدها العالم أجمع، دعم أمريكي والآن دعم فرنسي، لكن سيد سلام زيارة ماكرون لإسرائيل شنو تحمل من دلالات؟ حقيقة هذه مسألة الشرف العسكري وشرف الفروسية وشرف المقاتل. نرى أنه المقاتلين الفلسطينيين لم يقتلوا طفل ولم يعتدوا على امرأة ولم يقتلوا مريض أو عاجز، بل التزموا بتعليمات رسولنا الأعظم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كانت عملياتهم مباركة فيها تأييد إلهي. الآن عملية قتل الأطفال وترويعهم وعمليات القصف العشوائي للمدارس والمستشفيات والكنائس، هذه ناتجة عن الرعب الداخلي وردة الفعل الكبيرة التي تولدت في داخل هذا الكيان المريض الضعيف. أما زيارة أمريكا، زيارة ماكرون، فماكرون يحاول أن يهدئ الوضع لأنهم يعلموا جيدا أنه
كل موازين القوى في المنطقة وفي العالم قد تغيرت، سياسة القطب الواحد قد انتهت، الآن التطورات والأسلحة المتطورة التي يمتلكها المقاومون تختلف عما كانت يقاتلون في الحجارة، القوى الداعمة للمقاومون كثيرة جدا وبأساليب مختلفة. اليوم أبسط مسألة أنه قاعدة حميميم في سوريا أصبحت محط لكل المساعدات التي تقدم للمقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة. يعني هنا راح تدخل محاور دولية، الأمريكان اليوم حاسبين حساباتهم أنه أسطولهم يتحول إلى خردة حديد، وكل القوى الداعمة لإسرائيل هم يعلمون لو اندلعت الحرب من كل الجبهات واندلعت الحرب الحقيقية سيعلمون نهاية إسرائيل في المنطقة إلى الأبد. أعود لك أستاذ محمد إذا تسمعني. يبدو أننا فقدنا الاتصال بشكل نهائي مع أستاذ محمد. خلينا أبقى وياك سيد سلام. تأكيد بايدن على كل يوم يؤكد على الدعم المطلق لإسرائيل، هذا يعكس حالة من القلق، ربما عدم يقين لدى إدارته في ظل هذه الصراعات الداخلية لدى نتنياهو، تأكيد المستمر أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف دوما مع إسرائيل في هذه المحنة، هذا ألا يدل على حجم الأزمة الموجودة حاليا؟ يعني هذا الإعلام واضح، يعني بايدن يجب أن يصرح والدول الغربية يجب أن تصرح هكذا. بس مو كل يوم بايدن، كل يوم يده يطلع مؤتمر صحفي ويصرح بهذا التصريح. تمام، يعلم علم اليقين لو تدخلت القوات الأمريكية سوف لن تعود سالمة إلى أمريكا. اليوم نشوفك تحركات عالمية صارت، لأنه سياسة القطب الواحد كما قلنا قد انتهت. اليوم أكو تحركات صينية وتهيئة صينية في باب المندب وفي بعض الأماكن، السيطرة على قناة السويس، قرب قناة السويس القوات الصينية، القوات الخاصة الصينية، القوات الروسية، كثير من القوات تحركت وتهيئت. ويعلم جيدا أن الأسطول البحري الأمريكي سيكون مجرد عبارة عن خردة، لأنه خردة حديد لا أكثر، لأنه الأساليب الحربية تطورت، التكنولوجيا تطورت، كل الإمكانات العسكرية في أوكرانيا مع روسيا قد تبددت وانتهت تقريبا، لأنه اليوم روسيا يمتلكون إمكانات كبيرة جدا، والحرب الإلكترونية لها دور كبير في إدارة المعركة وتصفير كل الأزمات والمشاكل العسكرية بتحويل القطع الحربية الكبيرة إلى أدوات للعب الأطفال يمكن. لكن هذه الأساطيل بارجة وحاملة الطائرات الأمريكية وقوات دلتا التي وصلت إلى الكيان الصهيوني، كل هذه ممكن أن تفقد قدرتها وفاعليتها أمام حرب شوارع أو حروب المقاومة، والمقاومة تمتلك كما مذكور مدينة متكاملة من الأنفاق تحت غزة. يعني هو الكيان الصهيوني نفسه بجيشه وبعدته وعدده لا يجرؤ أن يدخل إلى حرب برية وحرب شوارع، لأنه يعلمون علم اليقين أن حربهم فاشلة وخاسرة وستكون نهايتهم فيها. فكيف إذا أراد أن يجرب حظ الجيش الأمريكي فيما لو الجيش الأمريكي نزل لمقاتلة المقاومة الفلسطينية ستنفتح جبهات كثيرة، لأنه هنالك تدخلات من قوى أخرى وقوى دولية تكون كفتها أعلى وأقوى من القوات الأمريكية. ذهب الزمان وذهب الوقت الذي كانت أمريكا. من تقصد قوى أخرى؟ يعني الجمهورية الإسلامية مثلا؟ يعني محتمل أن تتدخل الجمهورية الإسلامية، روسيا ممكن أن تتدخل، الصين ممكن أن تتدخل، بعض الدول العربية التي تمتلك الغيرة العربية ممكن أن تتدخل. هذه نقطة مهمة، شنو سبب كل هذا التعويل سيد السلام على الجمهورية الإسلامية، تعويل على محور المقاومة الاتعادي، بعض أغلب الدول العربية تعويل على دور صيني وروسي؟ القضية عربية فلسطينية عربية إسلامية، المفروض هذه الدول المحيطة اللي تمتلك هذه الجيوش الكبيرة اللي تستعرض بها كل يوم وبكل مناسبة، مو المفروض هي اللي تتدخل؟ شعوبها حاليا ليش تعول على الجمهورية الإسلامية؟ يعني احنا خلينا نفصل أولا بين الشعب وبين الحكومة. الشعوب العربية شعوب حية
وشعوب لديها القدرة والغيرة العربية والإمكانيات أن تقاتل ولديها الاستعداد أن تقاتل. أما الحكومات للأسف الشديد لديها ارتباطات موجودة، وسبب وجودها هو الكيان الصهيوني والأمريكان، ولا يجرؤون ولا يستطيعوا أن يحركوا ساكنا. أما الشعوب العربية تعول، وهذا مفخرة حقيقة وفخر للإسلام والمسلمين أن الشعوب العربية تعول على الجمهورية الإسلامية أن تكون هي. لكن بوسائل الإعلام أو غير وسائل الإعلام هناك عتب خبيث نوعا ما وتساؤلات إعلامية وصحفية، ليش الجمهورية الإسلامية لم تحرك ساكنا، لم تتدخل بشكل مباشر، لم تقصف الكيان الصهيوني بصواريخها؟ هذا معتب خبيث نوعا ما مقابل عجز وتغاضي دول عربية وحكومات عربية عن هذا الموضوع. هذا الكلام أعتقد ناتج عن ضعف وحقد ومرض، لأنه أصحاب الدم هم العرب. يعني إذا أصحاب الدم ما تحركهم ضمائرهم، فالجمهورية الإسلامية لم تتعرض إلى خطر ولا اعتداء من قبل إسرائيل أو من أمريكا مباشر حتى تتدخل. لكن هنالك أكو عقيدة وأكو ثبات وأكو إيمان مطلق بدين وثوابت شرعية تحتم عليهم في وقت معين أن يتدخلوا. أما الآن أن نعتب على حزب الله أو نعتب على الجمهورية الإسلامية أن تتدخل، الأولى بالعرب أن يتدخلوا، الأولى بكل الدول الفلسطينية اليوم أن تفتح جبهاتها بالداخل، الأولى بكل الدول العربية المحيطة في دولة الكيان الصهيوني أن تتدخل. هذا من المعيب جدا ومن المخجل جدا أن نلقي بأحمالنا على الآخرين. طيب، الأحمال حاليا صايرة يمكن على محور المقاومة بمختلف ساحاتها. تعتقد أكو مؤشرات فعلا على توسع هذه المواجهة؟ هناك احتكاك أصبحت جدي وفي تصاعد مع جنوب لبنان مع حزب الله، وهناك قصف إسرائيلي لمطارات سوريا، وهناك قصف من المقاومة العراقية لقواعد أمريكية وحتى لقاعدة أمريكية في سوريا. أكو فعلا مؤشرات على توسع هذا الصراع؟ يعني لو توسع الصراع هم يعلموا علم اليقين، لو توسع الصراع سيكونون هم الخاسرين، لأنه هم يواجهون مقاتلين عقائديين يمتلكون قدرة على الشهادة ويستقبلونها بشغف. أنا سؤالي الآن، أين المقاتلين الذين كانوا يقاتلون ويفجرون أنفسهم في العراق وسوريا حتى يتغدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين هم من الإسلام؟ ألا الأولى أن يذهبوا ويقاتلوا الكيان الصهيوني لنصرة إخوانهم المسلمين العرب في غزة وفي فلسطين؟ هذه اليوم كشفت كل الأوراق واتضحت لدينا الصورة واضحة اليوم وجلية وناصعة، أن هاي الكيانات هذه كانت من صنيعة صهيونية ماسونية حقيقية. اليوم انكشفت الأوراق الماسونية الحقيقية، انكشفت، لأنه لو كانوا فعلا هم يدافعوا عن الإسلام وعن المسلمين المفروض يروحون يفجرون نفسهم أو يروحون يدعمون وينصرون ويدفعون المليارات من الدولارات لنصرة الشعب الفلسطيني في كل فلسطين. فهذه الحمد لله يعني بعض المغرر بهم وبعض الناس البسطاء الذين لا يمتلكون الحنكة والحكمة في إدارة الأمور عندما يتحدثون عن التنظيمات السابقة التي يسمونها إسلامية. يجب أن تتضح لهم الصورة الآن وتنكشف لهم الحقيقة، أن هذه التنظيمات لا إسلامية ولا علاقة لها بالإسلام ولا عربية ولا لها علاقة بالعروبة. هذه تنظيمات صهيونية من صنيعة صهيونية ماسونية بحتة. أيضا ينضمنا مباشرة عبر الهاتف من سوريا الدكتور سليم حربة، الباحث في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية. أهلا بكم دكتور سليم، وأود أن أسألك عن طوفان الأقصى. هذه المعركة المصيرية حاليا هي في قطاع غزة، بالمقابل ليش الكيان الصهيوني يقصف مطارات سوريا؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم الأكارم وضيوفكم الأكارم.
حياك الله. طبعا هي المعركة نعم في غزة، لكن طوفان الأقصى نعم كان على أيدي المقاومين الفلسطينيين، لكنه باسم ورسم كل حركات المقاومة وكل محور المقاومة، بل باسم العروبة على إطلاقها، أي بمعنى أصبح واضحا أن معركتنا واحدة، والجيش العربي السوري وسوريا تواجه هذا العدوان الصهيوني الوكيل بمجموعاته الإرهابية كما واجهناه في سوريا والعراق أيضا على مدى سنوات، هو وكيل لهذا الأصيل أي الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. إذا سوريا في حالة حرب دائمة مع هذا الكيان الإسرائيلي بالأصيل والوكيل والعديل أيضا، لذلك هذه المعركة معركتنا، وكل انتصار تحققه أي نقطة ارتكاز من محور المقاومة هو نصر لكل هذا المحور. نعم دعني أقول أيضا أنه بعد 18 يوم لم ينجح هذا الكيان الإسرائيلي على الإطلاق، ولم يحقق أي إنجاز يمكن أن يرسم فيه حتى على مستوى الحكومة الإسرائيلية والتجمع الاستيطاني الإسرائيلي سوى قتل الأطفال والمدنيين والنساء في غزة، أي بمعنى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا ما حققه الكيان الإسرائيلي خلال 18 يوم. الآن يهول بالهجوم البري أو بفتح الجبهات أو إلى ما هنالك، وأنا أعتقد يعني لا يمكن لمعجزة في الدنيا حتى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكر وحتى تعاطف الغرب وزيارات الغرب ورؤساء الوزراء في فرنسا وبريطانيا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لن يستطيعوا إعادة تركيب هذا الكيان، لأنه ما حصل حصل زلزال وجودي لبنية هذا الكيان، سيما أنه تم ضرب العمود الفقري لنظرية بناء الكيان الإسرائيلي، أي النظرية العسكرية نظرية الأمن، لأن كل دول العالم تملك جيوش ما عدا الكيان الإسرائيلي جيش يملك دولة، لذلك عندما ضرب العمود الفقري لبنية هذا الكيان أي النظرية العسكرية الآن هو في حالة انهيار، ولا يمكن لمعجزة أن تعيد تربيم هذا الكيان او اعاده هيبه للكيان الاسرائيلي وتحديدا قوته العسكريه، واعتقد ان تهويله بدخول غزه بالهجوم البري هذا ذل ما يتمناه المقاومين في غزه، لانها ستكون ثالث مقبره الغزاه في غزه. طيب دكتور سليم، بالنسبه لسوريا هل لديها الاستعداد لخوض هذه المواجهه اذا ما اجبرت على الدخول فيها فعلا، وخصوصا بعد الضربات الصهيونيه لمطارات سوريا والاعتداءات المستمره؟ هل لديها سوريا القدره وانتم لديكم الكثير من التحديات حاليا على الساحه السوريه؟ يعني اريد واؤكد ايضا كما قلت لك قبل قليل ان سوريا تخوض حرب في مواجهه الكيان الاسرائيلي تحديدا والولايات المتحده الامريكيه والغرب، لكن مباشره مع الوكيل والعامل، اي هذه المجاميع الارهابيه على مدى 12 سنه ونحن نواجهها، وكانت تنفذ اجندات لخدمة المصالح الصهيونية والأمريكية في المنطقة سواء في سوريا والعراق، وأدل على ذلك أن كل ما كانت تدعي أنها مع فلسطين ومع العروبة ومع الأقصى وتحت بين قوسين ما يسمى يعني الصحوة الإسلامية هو الإسلام ونخوة الإسلام، أنها لم تحرك ساعة مساكن أولا، وعلى ما يبدو حتى الآن لم يصل إلى أسماعها أن أطفال غزة تقتل وتباد تحت آلة القصف الإسرائيلي، هذا أمر. الأمر الثاني والمهم أيضا أن المعركة في أي نقطة وأي جبهة وأي اشتباك على مستوى محور المقاومة هو معركة لكل محور المقاومة، أي بمعنى أصبح مسارنا ودمنا وهمنا ومصيرنا وانتصارنا واحد، من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى طهران إلى اليمن إلى كل هذه المنظومة وحتى فضاء هذه المنظومة وفضاء محور المقاومة سواء في الصين أو في روسيا أو في حتى أمريكا اللاتينية، إذا معركتنا واحدة، لماذا؟ لأن عدونا واحد، وبالتالي هذا الكيان الإسرائيلي
بشكل مباشر، والولايات المتحدة الأمريكية مباشرة تستهدفنا جميعا وتعتبرنا جميعا مكونا واحدا، لذلك حتى العدو يعتبرنا مكون واحد ومحور واحد ومعركة واحد. لماذا نجزئ بعضنا البعض؟ نعم نحن جاهزون عندما في إطار رؤية وخطة وفكرة استراتيجية واحدة على مستوى محور المقاومة كما قلت لكم، لأن المعارك المجزأة لهذا المحور احيانا تضعف. ولاحظ معي كم الان يقوى المقاومين في غزه الان، ويعلن الكيان الاسرائيلي تسخين الجبهه وانداز المناطق في شمال فلسطين في جنوب لبنان من قبل حزب الله، واعتقد ان هذا ايضا ياتي في اطار ضبط الصراع وتبرمج في ربما تسخين الجبهات والمعركه. نعم عندما تنشر المعركه ويحتاج الامر ويكون هناك قرارا على مستوى المحور محور المقاومه على اطلاقه، ستكون سوريا جاهزه ايضا بكل كفاءه ايضا بشقين، الشق الاول يعني التحول ربما بتنفيذ جهود الرئيسية على اتجاه الجولان بالتوازي مع تحريك الجبهات على اطلاقها عندما يتحدث ويكون القرار مناسبا وضروريا لتصعيد المعركه وفتح الجبهات. هذا امر. الامر الثاني ايضا متابعه الضرب بيد الحديد بما تبقى من المجموعات الارهابيه في شمال سوريا سواء في ريف ادلب وريف حلب الشمالي والمنطقه الشماليه التي ما زالت الى هذه اللحظه تعتد. لكن دكتور اذا تسمح لي دكتور دكتور سليم اذا تسمح لي، هو اصلا ترجحون دكتور سليم اذا تسمح لي، هل ترجحون اصلا توسع هذه المواجهه دكتور سليم، هل ترجحون اصلا توسع هذه المواجهه، هل تتوقعونها؟ هناك فعلا دعم امريكي للكيان، دعم بالتسليح، وهذا الدعم الى اي درجه سيؤجج هذا الصراع وعدم الاستقرار بحسب الرؤيه الروسيه بتصريح وزير الخارجيه الروسيه يوم امس؟ انا اعتقد من خلال متابعتي وقراءتي لمواطن الضعف والقوه لدى الكيان الاسرائيلي وما احدثه هذا الزلزال من سلطان الاقصى بالناحيه البنيويه الكيانيه للكيان الاسرائيلي، اعتقد ان الكيان الاسرائيلي الان امام امرين احلاهما مر. اذا لم ينفذ عمليه بريه باتجاه غزه فانا اعتقد انه سيحكم على نفسه على المستوى السياسي والعسكري بانهيار دراماتيكي وادراكي كبير جدا جدا. هذا من جهه، الجهه الاخرى بالمقابل ايضا قد يغامر سيحاول المغامره باتجاه ولو هجوم محدود باتجاه شمال غزه باتجاه غزه يعني قطاع جبانيا، وربما ينفذ بعض البروفات على الاتجاه الجنوبي من غزه على اتجاه خان يونس، وربما كان يعني شاهد راس المقاومين في تلك المنطقه. لكن حقيقه الامر اذا قامر ولا اقول غامر اذا قامر ودخل برديا الى غزه سيكون امام جهنم حقيقي، وسيكون امام نكبه قد تكون اوقع واوجع من النكبه التي احدثها زلزال 7 اكتوبر. لماذا؟ اولا لانه سيحيد سلاح الطيران الذي يدمر فيه ويبدا فيه المجازر وحرب الاباده بسبب تناس القوات مع بعضها البعض، هذا امر. الامر الثاني حقيقه هناك غزه تحت غزه، اي بمعنى المقاومين في غزه واهلنا الشعب الفلسطيني كله في غزه، حقيقه جهز غزه لمقاومه ارضيه عنيفه جدا من شأنها أن تمتد بها أشهر وسنوات، وخاصة تحت الأرض من الأنفاق والخنادق والألغام والأشرار والبندال بعشرات الأجيال من البندال قد لا يتم أحيثها الكرنيت لاستيراد الدبابات الإسرائيلية. الأمر الثاني والمهم أيضا أن الكيان الإسرائيلي، وهذه خذوها مني من خبرتنا نحن، قاتلنا مع الكيان كل جولات القتال مع الكيان الإسرائيلي من حد تشرين إلى الآن، كل جولات القتال مع الكيان الإسرائيلي كانت نتيجتها هزيمة استراتيجية للكيان الإسرائيلي وانتصار استراتيجي لنا وللمقاومة في لبنان وفي ديوان وفي أكثر من منطقة. الكيان الإسرائيلي دار بالقتل وليس بالقتال، لذلك ستكون مقدرة للهزاة، والأهم أن هزيمته لاحقة في غزة إذا طمر ودخل بريا ستكون مرتبة، أي بمعنى هزيمة للكيان الإسرائيلي وهزيمة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود الكيان الإسرائيلي لأنه فقد بتوازنه من 18 يوم إلى الآن، هي التي تقود الكيان الإسرائيلي ليس فقط عسكريا سياسيا ودبلوماسيا إنما ميدانيا أيضا.
طيب بحسب المعطيات المتوفرة دكتور سليم، هل انخفض مستوى التوقعات بتنفيذ الكيان لاجتياح عسكري بري لقطاع غزة أمام تصاعد حدة الأزمة الداخلية الإسرائيلية على مستويات الانقسام السياسي والمشاكل الاقتصادية وخلافات عسكرية، خلافات ما بين قيادات عسكرية ونتنياهو؟ نعم نعم نعم، يعني المشهد الآن يقول الآتي: هناك خلافات داخل الكيان الإسرائيلي بين حتى أجهزة الحكومة وتحديدا حتى في الجناح العسكري، بين ما يدعى وزير الدفاع الكيان الإسرائيلي ورئيس أركان الكيان الإسرائيلي وحتى نتنياهو، أي بين المؤيد والمعارض لهذا الأمر. ثانيا، هناك ضغط على الحكومة الإسرائيلية لأن المستوطنين الإسرائيليين يدركون تماما أي هجوم بري إسرائيلي قد يعرض الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية إلى الخطر وإلى الموت، وهناك يعني مظاهرات في وجه الحكم الإسرائيلي للجوء إلى الخيار الدبلوماسي وتبادل الأسرى. المسألة الثالثة أن الكيان الإسرائيلي يعرف تماما أن بهذه المخامرة سيكون كبيرا وكبيرا جدا، وقد يقترب إذا لم يتطور على مستوى المد الذي حصل في 7 أكتوبر. هذا الكيان الإسرائيلي يعرفه تماما ويدركه ويحسبه، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذا الأمر وتتحسب له، وقد تقنع الكيان الإسرائيلي، ولا أقول تقنع، هو لا يحتاج إلى من يقنعه، قد تلزم الكيان الإسرائيلي للمخامرة بهذا الشكل. الأمر الأهم أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي بعيدا عن الصراعات والتباينات الداخلية ومنطق الحسابات التي يمكن أن تلزم الكيان الإسرائيلي، أن الكيان الإسرائيلي عندما يرفع شعار الدخول إلى غزة لتصفيق المقاومة أو لتهجير أهلنا في غزة، هذا الأمر لم يمر مرور الكرام، أي بمعنى محور المقاومة يتأهب بها على درجات الاستعداد، أي بمعنى هناك جبهات لا أقول أنها ستسقط، ستفتح نار جهنم على الكيان الإسرائيلي، جبهة الضفة الغربية، جبهة جنوب لبنان، جبهة الجولان، وهذا على مستوى ربما بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. أعتقد أن كل محور المقاومة وتحديدا حتى الشارع العربي وأكثر دقة حتى المقاومة، وعندما أقول المقاومة هي جل الشارع العربي، يعني المقاومة في العراق، المقاومة في فلسطين، المقاومة في الشعب في الأردن، الشعب في مصر، يعني بمعنى حقيقة الشراب الشعبي على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي لم يشهد له ربما منذ عقود نشيل لما هو عليه الآن، نصرة لقضية فلسطين ومحاولة لنصر فهمنا في فلسطين. والأهم من ذلك أن لسان حال أغلب هذه الجماهير تقول أننا جاهزين أيضا للدخول إلى فلسطين، وفتح الجماهير سواء من لبنان أو من غزة أو من سيناء أو من الجولان أو من جنوب لبنان من أكثر من منطقة. هذا أيضا ربما سيكون أهم الهواجس أيضا الذي يمكن أن يحسب حسابه الصهيوني والأمريكي، إضافة إلى ذلك أيضا يقرأ الأمريكي والصهيوني الآن هذه الاستهدافات الموجعة للقوات الأمريكية سواء في عهد الأسد في العراق أو لكنت أو لحفل عمر وكونيكو في شرق سوريا. إذا كل هذه الاستهدافات وربما هذه المعاني يقرأها الأمريكي ويقرأها الإسرائيلي، وقد تشكل نجما وكبحا للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية بمخامرة أخرى، لأن كما قلت لك الهزيمة ستكون مرتبة ليس فقط وضحت الفكرة. شكرا لكم دكتور الباحث بيشن الاستراتيجي والعسكري الدكتور سليم حربة، كان معنا ضيفا كريما عبر الهاتف من سوريا، شكرا لكم دكتور. أعود لك بسؤال أخير سيد سلام، يعني نفهم من كل هذه المعطيات أن زعزعة الأمن، أمن الكيان الصهيوني الذي أنهته تقريبا المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى قضية الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، هذه الورقة تيان سيد سلام هي اللي راح تنهي حياة نتنياهو السياسية؟ يعني من الواضح جدا أنه هذه الورقة تيان ليست بالسهلة، ورقة تيان كبيرة جدا أثرت على مستوى العالم أجمع، أثارت ضجة في العالم أجمع، لم يتوقع العالم من المقاومة الفلسطينية أن تقوم بهكذا عملية كبرى أسقطت كل التوقعات وكل الامتيازات التي يمتلكها الجيش الصهيوني. هذه ليس عملية سهلة ولا مسألة سهلة، مسألة كبيرة جدا، ومسألة الأسرى أيضا في جعبة المقاومين الفلسطينيين كبيرة جدا،
وحتما ستكون قاصمة لظهر حكومة نتنياهو. وأنا أعتقد لو تطورت الأمور واستمرت الحرب وتدخلت قوى أخرى ستكون نهاية حتمية لإسرائيل. ولو تدخلت إسرائيل أيضا في معركة برية ولن تجازف بها هكذا المعركة لأنها تعرف النتائج مسبقا، نتائج ستكون مخزية ونهائية، لكن من باب رد الاعتبار سيقومون بعمليات هنا وهناك، لكن بالنتيجة اليوم سقطت كل الأقنعة عن إسرائيل وعن واضح ما تتبجح به من القبة الفولاذية والقوة الاستخبارية والقوة الأمنية، كلها انهارت في لحظات أمام القوة العقائدية. الشكر جزيلا لكم المحلل السياسي سيد سلام الربيعي، كنت ضيفا كريما في هذه التغطية، شكرا لكم سيد سلام، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، شكرا.